معايا يعني تليفون مفاجئ وجميل ويسعدنا سعادة النائب العام السابق عبد المجيد محمود. يا فندم احنا سعداء بوجودك معانا والله. مساء الخير وكل عام وانتم طيبين. وانت طيب يا فندم. انا بتكلم معاك وبتكلم للناس باعتباري المواطن عبد المجيد محمود، ليس بصفتي السابقة ولا الحالية كمحشار، وانما انا بتكلم كمواطن لمس عن قرب شعور الناس، لان انا وقفت في الطوابير معاهم. وطبعا هذا الاقبال يؤكد حرص الناس على بلدهم والوعي الكامل بما كانوا فيه من فتره سابقه وبما يأملوه في المستقبل، ايمانهم بدستورهم، ايمانهم بخارطه الطريق، ايمانهم باي قياده قادمه هم اللي هيختاروها. ايضا يجب ان تلاحظ ان جميع الحوادث الفرديه لم تؤثر في الناس، واعتقد ان اللي ما نزلش النهارده وهو بيتخذ نفسه للنزول بكره ليقول كلمات هذا الدستور، بل ليقول كلماته لمصر. ايضا يعني من المشهد بقول ان العنف لن يثني المصريين عن ادائهم لواجبهم وحفاظهم على بلدهم. ده من مكتسبات ثوره 30 ومن قبلها ثوره 25، فان شاء الله كمواطنين لنا في داخلنا حرص شديد على اداء هذا الواجب اللي هو عباره عن حرصهم على بلدهم بحق. موقف القضاه يا فندم، يعني ياما حضرتك تابعت استفتاءات وانتخابات في القضاه ما هم الا شريحه من هذا الشعب وما هم الا ابناء هذا الشعب. انما طبعا يجب ان احنا نعلم كاي فئه وكاي شريحه واي قطاع في من لا يقدر المسؤوليه ومن لا يقرا المشهد بحقيقته، وفي منهم من يتاثر، انما ده ابدا لن يخل ولا يخل بنصاع الثوب الابيض ناصح باذن الله. وان شاء الله وانا بقول لك برضه كمواطن الامل كبير في الحفاظ على هذا البلد باذن الله. أنا بشكرك سعادة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.